وخارج حتى من الصداعات. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم. وخويا كنشكرك انت خصوصا بزاف، الله يحفظك على المجهودات ديالك. واللي بغيت نقول الفطورنا ولا الشام هو فطور كيكون زوين، الاجواء زوينه كتكون بزاف الاجواء. كنبغيو نوجهوا الرساله ديالنا للمغاربه، نبغيو نقولوا لهم الحلم ديال رمضان كريم مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. الحلم ديال كسير انه تكون عندك واحد الساحه ديال الحنان، وانت احنا في قلب الساحه ديال الحنان، كيفاش العلاقه ديالك بالحنان؟ العلاقه ديالي بالحنان كنت انه كرم الله بشويه الشتاء وشويه الماء. هاد الساحة في حنان غير مؤقتة، يجيو يتصوروا فيها العائلات ويجيو الناس البرانيين اللي كيجيو عند العائلات، خصوصا هما جايين الأعياد، جاي الصيف، غيدخلوا الناس من برا وغيدخلوا هادوك، غيشوفوا السطات غادو كتقدم، وخصوصا مع الجمالية ديالها اللي غادو كتزاد نهار على نهار كتزاد الجمالية. وكما كتشوف أنت يا السطات غادو كتغير، وبحال قلتي ساحة الحمام في كازا ولات عندنا في السطات هنايا. هذا هو الحلم ديالك انه تكون واحد الساحة ديال الحمام شهيرة كما الساحة اللي كاينة في كازا. هذا هو الحلم ديالي انا، تكون واحد الساحة يكون الناس يحبوا الطير، يحبوا شي حاجة سميتها الحيوانات يحبوا. كيضرك الحالة سعيد وانه انت كتشوف انك داير ديك الصيعية ديال الكسكسوات اللي هما ديال الكسكسوات ديال الماء، كتشوف شي واحد كيهرسو كيحاول انه كيتعدى على الحمام، كيفاش كيكون الاحساس ديالك؟ كيكون الاحساس ديالي حصاب بحال مشيتي نمشي شوف، كل واحد ضمنه، كل واحد عنده الكتاب ديالو، كل واحد شنو انا فرحة الناس، فرحة السكان تصطاد بانني جبت لهم واحد البروجي ديال الحمام، لان اللي كيعطي الجمالية اكثر خاصهم يفرحوا لي، خاصهم يشكرونا عليه. هاد البروجي ديال الحمام هو راه ماجيش بروجي، هو فيه خير فيه حسنات فيه بزاف ديال الحوايج. هاد الحمام يعني كيرمز للسلام. الحمام اذا كانت واحد البلاصه سالمه كما قلتي انت كيرمز للسلام، اذا كان شي حاجه سالمه راه غادي ينزل غياكل غادي يشرب غيكون من الخير. ولكن اذا تكون واحد الساحه عامره ببشر غادي جاي، وداك الشيء خاصك دير واحد التنظيم، تحاول توريهم تقول لهم ما تمسوش الحمام ما تخرجوش الحمام، وتسمحوا لينا الناس اللي كنا فاهمين بالغلط ونقدروا منه نسمحوا لينا بزاف. وكما كتشوف هو الحمام راه ولا ولاو كيقولوا لها ساحة الحمام. وشكرا للناس كلشي المسؤولين بعدا كلشي، كنشكرهم بزاف على المساعدة ديالتهم والحب ديالهم للوطن، واللي زادونا بالحب ديالهم وقالوا لنا كملوا في المسيرة ديالكم راه غادي مزيان. وحنا الحمد لله غادي مزيان، الباج ديالنا الناس كيشكرونا فيها حتى هما كيقولوا لنا غادي مزيان. دير شي قناة ديال الحمام، قناة خاصة بالحمام، قناة ديال الحمام، وتعطي فيها نصائح للناس حول التربية ديال الحمام، كيفاش ياكلوه، كيفاش يشربوه، كيفاش. عندي قناة في الفيسبوك ديال كيفاش كنتعاملوا مع الحمام وكن بين المدينة والجمالية. ولكن كما قلتي انت هضرتك زوينة، كما قلتي قالوا لي ناس بزاف ان باش نفتح واحد القناة في اليوتيوب، تعطي فيها نصائح، تعطي فيها نصائح على الحمام، الى جا عندك تجربة مع الحمام. وغادي نفتحوا ان شاء الله الى طول لنا ربي الامر ان شاء الله في 2020 نقدروا نفتحوا القناة ديالنا ان شاء الله. هو الهدف ديالنا هو اننا نفتحوا، احنا كنتكلموا يعني باش ما كانش عندنا موضوع يعني حديث كيف ما كتشوفوا على المباشر متابعينا ومشاهدينا الاوفياء قناة شوف تيفي، اختارينا اننا نكون لنا فطور خاص، فطور عودة الشعب ايوب من الشباب ديال المدينة ديال سطات، الشباب الغيور اللي عنده طموح واللي انه يعني فكر. حنا راه في المحاضرة ديال هاد الساحة ديال الحمام اللي كاينة بالمدينة ديال سطات، وكيف فكر انه يعني علاش لا تكون بالنسبة للمدينة ديال سطات واحد الساحة ديال الحمام اللي هي ساحة شهيرة. رسالة خويا أيوب اللي ممكن أنك توجهها للمغاربة في هذا رمضان عبر هذه القناة ديال شوف تي في، يعني باش ما ناخذوش نخليو حنا بغينا نفطروا معاك، لأن الهدف هو الفطور، ولكن الفطور في إطار الفطور كاين دردشة يعني بغينا. أنا قبل يعني ما بغيتك تقول لي الرسالة، كيفاش الأجواء بالمدينة ديال السطات والسطات اللي كانت من قبل
هي ستاد دابا، وستاد ديال الثمانينات والسبعينات والتسعينات هي ستاد ديال دابا. الحمد لله. اول حاجه ستاد غدا وكتقدم نهار على نهار، والناس بداو كيفيقوا على داكشي اللي كان قديم. هو في المره الاولى كان خير، وكانت الحمد لله الكرامه، وخا دابا كلشي مشى غدا كل واحد هي الحمد لله. وهادشي ديال ستاد ديال البلي كان زمان زمان، كانت ستاد من احسن مدن اللي ما كانتش معروفه، ولكن كانت الرمز ديالها هي الفلاحه اللي كانت كتصل بها الزرع القمح الخضر الفواكه. ستاد كما كنت كتعرف ستاد بلادي، ستاد بلادي، ستاد ستاد ستاد. حنا حدا بويا الغليمي، حدا بويا الغليمي، حنا هو السيد بويا الغليمي. كلشي اللي كيلعب على الرمز ديال العود، شنو تختار فيها احلام يعني الحلم ديالك انك تختار العود. انا دابا العود راه كيرمز للرمز ديال الشاويه ديال الاصاله. انا علاش قلت لك ستاد غادي مزيان الله يسقينا من الغيط واحد شويه، خاصنا شويه الشتاء، خاصنا واحد شويه. حنا ماشي عندنا هنا في ستاد صافي، الناس راه كتمشيو غاطين في ستاد. راه المغرب كامل ولا ربما النص ديال العالم عندو نفس الفكره، كاين فرنسا ايطاليا الناس كلهم كيقولوا هاد الهضره ديال الشتاء ناقصه شويه. كنتمناو ربي سي ايوب، سي ايوب شنو كتبغي تقول للمغاربه في هذا رمضان؟ ولا حنا في الاول اليوم الاول في رمضان، اول يوم في رمضان، بغيت نقول لكم عواشر مبروكه، خصوصا العائلات اللي عندهم والديهم مراد بعد الابناء ديالهم مراد، الله يجيب لهم الشفاء جميع العائلات. ربما حتى المغرب كامل على اسمي نقول لكم عواشر مبروكه ان شاء الله. ربي يرضى عليك زوين، النهار الاول فيه ولد زوين الحمد لله. حاس عندي يقين بان راه غتصب شويه الشتاء الحمد لله، حاس بيقين واخا هاد المشاكل وداكشي. الحمد لله بكل حال فرحانين ضاحكين ناشطين، وشكرا كنبغي نقول شكرا 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 للمسؤولين اللي في السطاح، شكرا لكم بزاف الناس المسؤولين، اقسم بالله العظيم كنمشيو نقربو خرج لينا وجوه والله. الناس ولاد البلاد وخصوصا الناس البرانيين المسؤولين الكبار اللي جاو لهاد البلاد باش يدوها من راك عارف انت، اقسم بالله العظيم اخويا فيهم واحد الحنان بحال الوالدين والله. كاينين بعض المسؤولين والله الا بحال والدي بحال عايش كيقول لك شوف اللي ما كانش عندك باك انا باك. وكاينين الناس عيالات هما مسؤولين كيقول لك ما كانتش عندك امك هاي امك حداك. وحسيت الحمد لله، حسيت الحمد لله رجعت ليا الحياه ديالي على الاولى. ورسالتي راه كنقول كما قلتي انت الرساله ديالي للسكنه تسطات، حاولوا تستمروا طيحوا افكار جداد، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله في العواشر المبروكين ان شاء الله. شكرا لك اخويا ايوب، كيف ما كتشوفوا على المباشر المتابعين والمشاهدين الاولياء، كان هذا ضيف خاص سي ايوب اللي هو شاب من الشباب ديال المدينه ديال سطات ومع ولاد الشعب. رحب بينا كنرحبوا به، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل خلال هذا البث المباشر. رمضان كريم يكون عليكم بصحه وسلامه ان شاء الله وجميع المتمنيات، والى اللقاء في بث مباشر اخر ومع ضيف اخر. تبارك الله عليك سي ايوب. شكرا بزاف، شكرا شكرا.